الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الدروس الخاصة بقوانين الطرقات، وتشمل تقريبا كل المعلومات عن قانون الطرقات إلى حد 80%، وتبقى القوانين التكميلية الخاصة بكل دولة لحالها. وأرجو أن تنال رضاكم، وشكرا لكم سلفا. ينقسم قانون الطرقات إلى 4 أقسام: قسم للمنع، وقسم للخطر، وقسم للجبر، وقسم للإرشاد. لقسم المنع أيضا علامات نهاية المنع، وللجبر كذلك نهاية الجبر. وعلى بركة الله نبدأ مبتدئين بعلامات الخطر. خطر: طريق ضيق على اليسار. إذن هذه أحدى علامات الخطر، وتدل على أن الطريق ضيق من جهة اليسار. خطر: طريق ضيق على اليمين. أحدى كذلك علامات الخطر الطريق ضيق من اليمين، وهذه العلامة توضع 150 مترا خارج مناطق خطر العمران، و50 مترا داخل مناطق العمران. خطر: طريق ضيق من الجهتين. أحدى علامات الخطر الطريق ضيق من الجهتين. خطر: منعرج على اليمين. إذن كذلك أحدى علامات الخطر منعرج على اليمين، وهذا العلامة مصحوبة بعلامة منع أيضا تمنع المجاوز. خطر: منعرج على اليسار. إذن منعرج خطير على اليسار، وهذه العلامات توضع 150 مترا خارج مناطق العمران، و50 مترا داخل مناطق العمران. خطر: ممر للمترجلين. دائما من علامات الخطر ممر خاص بالمترجلين. الرجاء التخفيض من السرعة والانتباه. خطر: الاقتراب من مؤسسة تربوية. إذن إحدى علامات الخطر وتدل على أنك قريب تقترب من مدرسة أو معهد أو أي شيء به أطفال أو تلاميذ أو طلبة. خطر: مقطع سكة حديدية بحواجز. إذن من علامات الخطر وتدل على أنك تقترب من مقطع سكة حديد بحواجز، ونظرا لخطورته فقد اصطحبت العلامة بعلامة أخرى تحدد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة. مقطع سكة حديد بسكة واحدة. إذن هذه علامة من علامات الخطر أيضا، وتدل على أنك بمقطع سكة حديد بسكة واحدة. خطر: مقطع سكة حديدية بأكثر من ممر. إذن علامة من خطر أيضا، وبها مقطع سكة حديد بأكثر من سكة واحدة، وهي أخطر من الأولى نظرا لأن القطار يمكن أن يخفي قطارا غيره. خطر: مفترق طرقات دوراني. إذن مفترق طرقات دوراني يشكل خطورة، وعادة تكون الأولوية لمن وسط المفترق، ويكون عادة على اليسار. إذن لمن يدخل المفترق يصبح له الأولوية. خطر: طريق ذو اتجاهين. إذن هذه العلامة يكون الطريق ذو اتجاهين بداية من العلامة، يعني دون الانتظار، ولخطورتها كانت مصحوبة بمنع المجاوز. طريق يتمتع بأولوية. إذن هذه العلامة تدل على أن الطريق يتمتع بأولوية في كامل المفترقات القادمة، ولا تنتهي الأولوية إلا بعلامة نهاية الأولوية. نهاية الأولوية. إذن بعد أن كان أن الأولوية هنا هذه العلامة تنهي الأولوية، وعادة تكون في هذه العلامة الأولوية باليمين إن لم تكن هناك علامات أخرى. خطر: خطر منتظر. إذن من علامات الخطر وتدل على أن خطر منتظر، خطر مجهول. في هذه الحالة قد يبين وقد لا يبين، هنا خروج شاحنات، ولكن ربما لا نجد العلامة التكميلية، يعني يمكن يعني كهذه العلامة مثلا خطر منتظر، خطر مجهول. خطر مفترق يسير بالأضواء. إذن من علامات الخطر ويدل على أن حركة المرور تسير بالأضواء، ومع وزد على ذلك أن السرعة محددة ب50 كيلومتر في الساعة. خطر منحدر سريع 10%. من علامات الخطر أيضا وتدل على أن المنحدر سريع ويصل إلى غاية 10%. خطر مرور حيوانات أهلية. إذا العلامة كذلك من علامات الخطر وتدل على أن الطريق قد تقطع الطريق أمامك حيوانات أهلية،
ودائما توضع على بعد 150 مترا خارج مناطق العمرة و50 مترا داخل مناطق العمرة. خطر مرور حيوانات وحشية. إذن علامة من علامات الخطر وتدل على أن الطريق به حيوانات وحشية. خطر إمكانية تساقط الحجارة. إذن العلامة من علامات الخطر وتدل على أنك في مناطق جبلية، احذر سقوط الحجارة. طريق ينتهي بنهر أو رصيف. إذن علامة من علامات الخطر وتدل على أن الطريق ينتهي إلى رصيف أو نهر. خطر تقاطع طريقين فرعيين تطبيق قاعدة الأولوية إلى اليمين. المفترق القادم تطبق فيه الأولوية إلى اليمين نظرا لتقاطع طريقين مستويين في الأهمية، طريقين فرعيين. خطر طريق به انزلاق. إذن علامة من علامات الخطر وتدل على أن الطريق بسبب أو بآخر يكون فيه انزلاق. خطر مقطع سكة حديدية بدون حواجز. إذن مقطع سكة حديد بدون حواجز، وهذه العلامات دائما علامات خطر وتوضع 150 مترا قبل مواطن العمران خارج مناطق العمران وداخلها قبل 50 متر. خطر جسر متحرك. إذن العلامة من علامات الخطر وهي قليلة ونادرة ولكنها تدل على أن الجسر هذا متحرك. خطر طريق غير مستوي. إذن علامة من علامات الخطر وتدل على حالة الطريق أن الطريق غير مستوي وبه منخفضات أو به حفر أو غير ذلك. خطر طريق قريب من المطار. إذن علامة من علامات الخطر وتدل على أنك قريب من مطار. خطر رياح قوية جانبية محتملة. إذن تدل هذه العلامة على رياح قوية جانبية محتملة، ودائما توضع علامات الخطر 150 مترا خارج مناطق العمران و50 مترا داخل مناطق العمران. خطر مخفض للسرعة. إذن من علامات الخطر وتدل على أن بالطريق مخفض للسرعة. خطر عدة منعرجات أولها على اليسار. إذن هذه علامة خطر وتدل على أن بالطريق عدة منعرجات أولها على اليسار. خطر عدة منعرجات أولها على اليمين. إذن علامة من علامات الخطر وتدل على أن بالطريق عدة منعرجات تبدأ على اليمين. خطر مقطع طريق رئيسي مع طريق فرعي من الجهتين. إذن هذه علامة تدل على أن الطريق الرئيسي الذي نحن نسير فيه قد سيتقاطع مع طريق من الجهتين، ولكن توجد علامة ربما يتقاطع به من جهة واحدة من اليمين أو من جهة واحدة من اليسار، وفي كلتا الحالتين الطريق الرئيسي يتمتع بالأولوية. خطر انتبه مرور الدرجات. إذن علامة من علامات الخطر وتدل أن بالطريق قد تمر عدة دراجات تتكاثر الدراجات بهذا الطريق. خطر انتبه مرور خيالة. إذن طريق خطير وعلامة من علامات الخطر وتدل على مرور الفرسان أو الخيال. خطر افسح المجال. إذن هذه علامة افسح المجال أو اترك الأولوية، المطلوب ترك الأولوية إلى اليمين وإلى اليسار ولكن غير مجبور على التوقف. التوقف إجباري بعد 150 مترا. إذن هذه العلامة تدل على أن بعد 150 مترا سنجد علامة قف ونحن مجبرون على التوقف وفسح المجال وترك الأولوية إلى اليمين وإلى اليسار. منعرج خطير على اليسار. إذن هذه العلامة بالرغم أنها من علامات الإرشاد إلى أنها توضع في المنعرجات الخطيرة لتبين المنعرج للسواق وخاصة ليلا. خطر منتظر علامة وقتية. من علامات الخطر الوقتية وتدل على أنه خطر منتظر من العلامات الوقتية. خطر طريق ضيق من الجهتين علامة وقتية. إذن من العلامات الخطر الوقتية ولونها الأصفر يدل على ذلك وهي تدل على أن الطريق ضيق من الجهتين. خطر حركة المرور تسير بالأضواء علامة وقتية. من العلامات الخطر الوقتية لونها الأصفر كذلك وتدل على أن حركة المرور تسير وقتيا بالأضواء.
خطر تناثر الحجارة علامة وقتية. إذن علامة خطر وقتية وتدل على أن احتمال تناثر الحجارة، ولونها الأصفر يميزها عن الخطر الدائم فهي علامة وقتية. خطر أشغال بالطريق علامة وقتية. إذن من علامات الخطر الوقتية وتدل على أن هناك أشغال بالطريق سواء على اليمين سواء على اليسار أو من الجهتين، وهذه العلامة تعتبر غير موجودة في الخطر الدائم.